السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور بالنسبة للناس ديال بحومية على البكالوريا على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفو كيفاش أننا كنديمونطريو باغ لو أبسورد. سي سامبل، سهلة بزاف. ألوغ نشوفو الديفينيسيون. مونطخي كو بي إي فغي. ألوغ باش نمونطخي أن واحد بي إي فغي، أنا مونطخي كو سون كونتخيغ إي فوس. سي سامبل، باش نبينو أن بي فغي كنبينو أن بي بار أنها فوس. هادي هي الفكرة ديال لو أبسورد. سي سامبل. سي نون نون بي اي فوس كيما كنعرفو، الا كانت نون بي فوس فان بي اي فغي. يعني الا قالك البروف بين انها بي فغي، اشنو كدير؟ كتحاول انك تبين نون بي انها ما يمكنش، انها فوس، انها خطا. صافي، غنشوف هادشي في الاكزومبل. الوغ الاكزومبل الاول نشوف اشنو كيقول. بوغ توت ان ابارتونو ا ان، يعني ان كيما كان هاد ان كينتمي للمجموعه ان، مجموعة ان وهي من صفر واحد جوج ثلاثة أربعة حتى بلوس لانفيني. قلنا بوسكو أ إيكال إن بلوس خمسة مقسومة على إن بلوس تسو. صافي، مونطخي كو، هو قالك مونطخي كو أن أ كيخالف الواحد. بوغ توت إن أبارتون أ. كيفاش حنا نبينو أن أ كتخالف الواحد؟ غادي نبينوها باستعمال لو أبسورد. أشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نهاد هاد 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 هادي بغينا نمونطري أ إيكال أن بوغ توت إن أبارتون أ. هادي خاصنا نبينو ان لو كونتر ديالها نيغاسيون ديالها فوس. اجي نكتبوها هنا ونشوفو اشنو خاصنا نبينو. خاصنا نبينو ان هاد العباره هادي فوس. شكون هي؟ بوغ توت. بوغ توت يعني نيغاسيون ديالها شكون هو؟ هو ايل اكزيست. شي راه فهمنا بوغ توت نيغاسيون ديالها هو ايل اكزيست. بوغ توت ان ابارتونو ا ان فان ا فإن أ نديرو هكا أ إيكال صافي. هاد العبارة هادي خاصنا نبينوها خطيرة. صافي، إلا كانت أ كتساوي أن، نشوف واش أ نعوضوها هنايا. قلنا أ أ شحال كتساوي لنا؟ أ كتساوي لنا إن بلوس سانك على إن بلوس. حنا هاد العبارة هادي خاصنا نبينوها خطيرة. هادي خاصنا نبينوها، يعني أ كيساوي واحد نعوضو بأ كنعوضوها بواحد. يعني واحد كيساوي إن بلوس خمسة على ان بلس سي. بيان نحلو بحال هكا، نحلو معادلة ونلقاو ان شحال كتساوي. نجيبوها لهنايا. الوغ هنايا يعني ان بلس سو كتساوي لنا ان بلس خمسة. صافي، هاد ان بلس سو جبناها لهنا ضربناها في واحد يعطيها عطاتنا هادا. اش كيعني هاد ان اللي جبناها لهنا؟ شحال تعطينا؟ تعطينا ان ناقص ان زائد سو كتساوي خمسة. هاد ان جبناها لهنا، ان ناقص ان مشاو. صافي، كيساوي لنا صفر. يعني تسو كتساوي لنا شحال؟ خمسة. واش تسعود كتساوي لنا خمسة؟ امبوسيبل، يعني ابسيورد. دونك فإن بوغ توت ان ابارتونو ا ان فإن ا كيخالف الواحد. سي هادي هي الفكرة ديالها، بينا العكس ديال هاد الجملة هادي، العكس ديالها بيناها انه غلط. سي هذا هو العكس ديال هادي، هادي نيغاسيون ديالها هو هذا. pour tout il existe égal يخالف. صافي، كنبينو ان هاد الاكس ديال هاد النيغاسيون انه خاطئ. الوغ نشوفو اكزومبل اخر باش نفهمو مزيان. montrer que صفر ne pas un. شوف معايا هادي سهله، هادي بزاف. قالك montrer que zéro ne pas du inverse. ما عندهاش الانفيرس. شكون هو انفيرس؟ الوغ باش نفهمو، جوج. شكون هو الانفيرس ديال جوج؟ هو واحد على جوج. صافي، خمسة شكون هو الانفيرس ديال خمسة؟ هو واحد على خمسة. صافي، واحد شكون هو الانفيرس ديال؟ هو واحد. واحد على واحد راه كيساوي لنا واحد. صافي، انفيرس ديال اي رقم كيما كان عشرة، الانفيرس ديالو هو واحد على عشرة. صفر، الانفيرس ديالو هو واحد على صفر. واحد على صفر ما كايناش. الله، داكشي علاش كنقولو ان صفر ما عندهاش انفيرس. صافي، ما عندهاش الانفيرس ديالها. ولكن كيفاش غنديمونطريوها؟ شي سامبل، غادي نديرو با ابسورد. غنفترضو ان زيرو عندها الانفيرس ديالها. يلا سير، غنكتبوها هنايا بي، نسميوه بي بي، نسميوه هذاك الانفيرس بي بي اي انفيرس بحال هكا، انفيرس دو ان دو زيرو دو زيرو. الو اشنو كنعرفو؟ شكون هي واحد الرومارك بعدا لو ان كتبوها. واحد الرومارك اشنو عندنا بعدا؟ لو انفيرس
انفيرس كتبوا هذه الشله عندك راه كتحط بزاف في ليكزا دو ا لو انفيرس دو ا انفيرس دو ا صافي اي انفيرس دو ا هو لو نومبر نومبر هو واحد النومبر بي شنو هو بي هذا النومبر بي سيبي نومبر بي طول ك طول ك كتحقق واحد لو كونديسيون شكون هي هي ا اف بي خاصها تساوي لنا اف بي خاصها تساوي لنا واحد صافي هاد الرومارك هادي ضرورية بزاف علاش اشنو قلنا قلنا جوج انفيرس ديالها هي واحد على جوج صافي الا ضربتي هذا في الانفيرس ديالها خاصها تعطيك واحد جوج في واحد على جوج هكا تعطيك واحد صافي خمسة الانفيرس ديالها شحال واحد على خمسة يعني خمسة في واحد على خمسة شحال كيساوي واحد يعني هاد الكونديسيون صحيحة يعني هاد الجملة هادي هي اللي نخدمو باغ ابسيون صافي الو شنو قلنا بي اي انفيرس دو زيرو الو الو نديرو هادي هكا نكملو هنايا سي بيان بي اي انفيرس دو زيرو الو alors فإن b fois صفر خاصة تساوي لنا شحال اه سي بيان يعني b fois صفر كتساوي لنا اه اي رقم fois صفر كيساوي لنا صفر وصفر كتخاف صفر تقدر تكتب له هادو ولا تقدر نديرو له نبرو له مزيان الوغ نبينو له مزيان عندنا هادي كتساوي واحد يعني الا درنا واحد وزدنا لها واحد راه واحد كيساوي هذا هي b fois جوج زائد واحد زدنا واحد هنا نزيدو واحد واحد هنا كيساوي بي فوا دو فوا زيرو صافي بي فوا زيرو بلس بي فوا زيرو كتساوي لنا واحد زائد واحد شي مكتوب هنا الوغ هنا نعملو بي يعني تعطينا بي عامل بي عامل على صفر فوا صفر صافي يعني كتساوي لنا هنا نضرب كتساوي لنا جوج صافي عملنا بي عطاتنا بي فوا صفر في صفر الوغ هنا صفر صفر تعطينا بي فوا زيرو كتساوي لنا دو اشنو كنلاحظو كنلاحظو بوغ ان نسميو هادي ان نسميو هادي دو هنايا نكتبو هنايا الوغ بوغ ان اي دو اون ا واحد كيساوي لنا جوج ياك بعدا بي فوا صفر كيساوي لنا واحد بي فوا صفر كيساوي لنا جوج يعني واحد كتساوي جوج ابسيورد ما يمكنش ابسيورد دونك زيرو دونك زيرو نيا با دو انفيرس يعني زيرو ما عندهاش الانفيرس صافي سي بيان الوغ نتمنى لكم واحد الموفقة في الدراسة ديالكم نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان شي سامبل سهلة بزاف تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للوجيك.